وللمزيد من المتابعة حول فيروس كورونا والذي انتشر في مختلف دول العالم وفي جميع القارات، ينضم إلينا من إيطاليا الكاتب الصحفي الأستاذ مهدي النمر. أستاذ مهدي، أرحب بك، وبداية نريد أن نطمئن على الوضع في إيطاليا التي ربما كانت في طليعة الدول الأوروبية من حيث عدد المصابين والوفيات مع بداية انتشار الفيروس في القارة الأوروبية. يعني ربما يعني التعبير الاكثر تعبيرا او العباره الاكثر تعبيرا عن الوضع في ايطاليا هو ما قاله رئيس هيئه الحمايه المدنيه المشرف على حاله الطوارئ، نعم، اللي قال اننا بدانا نتنفس يعني نلتقط انفاسنا. ايطاليا منذ 4 ايام معدلات الاصابات الجديده الخطيره وال يعني والتي تقتضي العناية المركزة وكذلك الرعاية داخل المستشفيات في تراجع مستمر عند مستويات يعني عشرية، يوم 15 مريض جديد دخلوا العناية المركزية في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المتعافين الذين شفوا من المرض. فده يعني يجعل أن يعني الحكومة الإيطاليين يطمئنون إلى فاعلية الإجراءات الاحترازية الصارمة المتبعة، وفي نفس الوقت يعني يبشر بأن هذا يعني الخط البياني نعم سوف يتجه إلى تحسن في الأسابيع القادمة. نعم أرقام الوفيات ما زالت عالية، يعني ده ربما يعود لأسباب أخرى كثيرة يعني أنا للأسف أسمع عندي شوية في الصوت مش عارف. تفضل. طيب أستاذ مهدي، يعني بالنسبة لأعداد الإصابات والوفيات، هل هناك إجراءات جديدة تتخذ من قبل الحكومة الإيطالية، أم أن الإجراءات يعني كما بدأت منذ البداية ومستمرة حتى الآن في محاولة لتحجيم انتشار الفيروس وانتقال العدوى ما بين الأفراد في إيطاليا؟ بالأمس الأول يعني أصدر رئيس الوزراء مقسوماً تجديداً لتمديد هذه الإجراءات، وهي الحظر الكامل لل يعني العزلة الإسرائيلية الكاملة ووقف أنشطة جميع الأنشطة التجارية والاجتماعية حتى 13 أبريل. لكن الحديث بين الخبراء والداخل حتى رئيس الحكومة نفسه أنها يعني المرحلة ما زالت طويلة، نحن في يعني أول مراحل احتواء العدوى، ثم بعد ذلك سيتم الانتقال إلى مرحلة أخرى يقدر أن تكون تبدأ في منتصف مايو، طبعا ده بناء على النتائج الإيجابية إذا استقرت وإذا هبطت معدلات العدوى عن المستوى المطلوب، يعني العودة التدريجية إلى النشاط ربما في أواخر يوليو. نعم، يعني هذه تقديرات في الحقيقة مبنية على تخمينات أكثر منها يعني نعم. أستاذ مهدي، منذ عدة ساعات وفقا لمصادر صحية إيطالية أنه تم تسجيل أول حالة شفاء لمرضى من كوفيد 19 عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا، هل يمكن أن توضح لنا هذا الأمر، يعني مدى صحة هذه الأنباء وأيضا يعني هذه الحالات إلى أين وصلت وكيف تم التعامل معها واختبار يعني هذه الطريقة عليها حتى يتعافوا من الإصابة بهذا الفيروس؟ بالفعل منذ الصباح أعلنت جامعة بافيا أنها يعني تقوم بالفعل باختبار بعزل بلازما المصابين المتعافين والذين لم تظهر عليهم أعراض العدوى. نعم. ويعني حقنها معالجة يعني استخدامها في علاج الحالات المرضية، وتحدث المسؤولين عن هذا الاختبار المعملي أنه يؤدي إلى نتائج يعني مبشر وربما يكون إحدى السبل للخروج من يعني في مواجهة وعلاج هذا المرض. لكن بالنسبة لي يعني
أعداد معينة أو أرقام معينة أو عن حالة معينة لسائل يعني. نعم، إذن يعني هذه التجربة هي قيد الاختبار حتى الآن، ويعني في انتظار هل ستفلح في علاج ربما كل من أصيبوا أم لا ممن وضعوا تحت الاختبار بالطبع. هي مبشرة يعني بناء على آراء العلماء والأطباء المشرفين على التجربة، هي يعني تؤتي نتائج مبشرة، وهو يعني إحدى الطرق التي يعني ليست إيطاليا فقط ولكن أيضا الولايات المتحدة هناك محاولات لاستخدام هذه يعني هذا النمط. نعم، نرجو يعني أن تنجح هذه الطريقة بالفعل وأن تكون أمل الكثير من الحالات التي أصيبت بهذا الفيروس القاتل. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي مهدي النمري، كنت معنا عبر سكايب من إيطاليا.